ان مفيش حاجه اسمها شخصيه البطل. في شفت ده وسمعت ده. شخصيه البطل دي بتلاقيه في زي ما الاستاذ محمد اتكلم على ريال مدريد، على السيتي عملها على فكره، هو بطل في مؤخرا في الدوري الانجليزي لو بنتكلم، برضه السيتي عملها لما كان خسران 2-0 من استون فيلا في الجوله الاخيره. الكامباك شخصيه بطل، شخصيتك انت بتعمل ايه، فانت عملت قبل كده ايه. طيب. ولما تيجي تتكلم مع لعيبه انت لمست جزء مهم، وفكره مراكمه الخبرات في فريق زي ده هي اللي بتخليك بتستدعي ده وقت الظرف. بالظبط. وجود الكابتن خطيب بقيمته كلاعب من الجيل اللي جاب اول بطوله افريقيه في اصعب مواجهه خارجيه كانت في كوتوكو، نعم 82. اطلاع الكابتن خطيب برغم كل ظروفه مع كل بعثه مهمه، انتوا شايفين تاثير ده ايه؟ لانه اجواء البعثه واضحه انك باستمرار هتلاقي الكابتن خطيب باستمرار عنصر مؤثر في المشهد. يعني اعتقد ان دايما الكابتن الخطيب ال 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 النقاط الصعبه جدا والمحطات الصعبه جدا والمباريات العصيبه على النادي الاهلي بيتصدر المشهد ويكون موجود فيها. ايوه دي ميزه، وميزه ومهمه القائد رئيس النادي اللي في احلك الظروف ما بيسيبكش. أيوة. ما بيبعدش عنك، يبقى هو اللي متصدر المشهد وهو اللي موجود، وهو بيتحمل معاك الصعوبات، بيتحمل معاك الظروف، وواقف معاك سبورت، بيوصل رساله ان النادي الاهلي كله وراك. رئيس النادي الاهلي موجود واعضاء مجلس الاداره موجودين. اعتقد ان دي لقطه مهمه جدا، والاهلاويه المصريين والمغاربه يعني. واللي رايحين هتلاقي باستمرار مستقبلهم بالحفاوه طبعا. بيعمل اجواء حلوه حوالين الفريق يعني. هو وبيهدي تيشيرت الاهلي ليهم يعني. يعني انت طبعا هتلاقي في ود، في ود ووداد. هو مش عايز ابان ان انا بجاوب اجابه فلسفيه، بس دي حقيقه. حقيقه في ايه؟ احنا شفنا مؤخرا على فكره، وده كان ملحوظ، ان بعض الناس بتقول هو ليه الكابتن محمود الخطيب بقى ملاصق او موجود كتير مع الفرقه.